هناك معرض لمادة الإنجليزية إشراف الأستاذ رشيد قبي اللي شرفنا بالحضور تاعو حول محاور الأكاديمية اللي درسها التلاميذ وفيه زاد معرفي وثقافي كبير إن شاء الله. نرحب بالجميع، اليوم مفتوح إن شاء الله لاستقبال الزوار وأيضا لاستفادة أبنائنا التلاميذ المقبلين على شهادة البكالوريا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استاذ رشيد قبي استاذ انجليزي هذا العمل اللي راكم فيه داخل في اطار محترق واحد للغات والادبيات هما الحضارات القديمه ancient civilization. نبداو بالكوستيم نمبر 1 باش نعرفوا لماذا يجب ان ندرس هذه المسافات كاملة. سوي ستار ذا بيرفكت لانجويج ليرنر، واش معناها بالعربية؟ متعلم اللغات المثالية. كي نقولوا اللغات ما نقولوش غير الانجليزية، اي لغة واحد ادري يتعلمها ممكن يستعمل هذه ستة نشاطات. فاهمين؟ ستة. أنا الآن هذو الحضارات اللي راهم حضرتكم مش راح نقراها أنا، راح أنتم تقراوهم وتجاوبوا على 20 سؤال. الورقة نتاع المعرض عبارة على 20 سؤال، كل سؤال عنده الإجابة تاعو في واحدة من الملصقات الموجودة، يعني باش نجاوبوا على الأسئلة لازم نروح نقراهم في الملصق. هذا واحد من الأنشطة اللي موجودة لهنا اللي هو ريد 20 سؤال تحاول جلسة تقرأ به الجو. هذا النشاط اللي سميناه رقم 4، يعني باش نتعلم اللغة لازم نقرأ في ديك اللغة، يعني باش نتعلموا الإنجليزية لازم نقرأوا بالإنجليزية، تكون صعيبة وكلش ولكن مع الوقت يولوا نتعلموا. إذا رقم 1 تعلم كل يوم، تعلم كل يوم كيف احنا نتعلمو. ما هي المهارات اللي يتعلمها الانسان في اللغات؟ ما هي المهارات؟ كتابة. فور سكيلز وين هما؟ صحيح. سبيكينغ، ريدينغ، ليستينغ، اند رايتينغ. هما هذو الربع مهارات يحاولوا يطوروهم في تعلم اللغات. عندنا لون سواء عن طريق السمع إذا سمع الحاجة بالإنجليزية أو عن طريق القراءة أو عن طريق إعادة الكتابة. المسافة على الكتابة نلقاو في رقم 3. الحاجة اللي تكتبها نسبة أنها تبعد شافع لها هي 86%. أما كيما تكتب والو نسبة أنك تشبع الكلمات اللي تعلمتهم 21%. إذا أحسن طريقة باش نبقاو شافين على الكلمات هو أننا نكتب. أبين دستان سو هذه رقم 1. رقم 2 دي موتيفيتر. إحنا باه نموتيفيكم، يعني باه نخلقوكم نوع من الدافعية. قلنا لكم اللي يجاوب الأسئلة هذا ويكون من الفائزين الأوائل راح نعطوا له جوائز. ممكن جدا تكون الديكشنري. عندكم ديكشنري؟ عندكم بالانجليزية؟ عندكم ولا ما عندكم؟ عندنا المكاريني يقولوا عندنا، اما الاخرين الحقيقيين يقولوا عندنا. عندكم ولا ما عندكم؟ ها موت في الكون ورقي. كي تروح على لاشارج، كي تروح لاشارج ولا كي يكون في دارك واحد يكون تعمل ديكشنري ورقي ماهوش كتاب. باش تتحقق مما تقرا الديكشنير تلقى كلمة الحروف تاعها كيف تنطق الكلمة مختلف المعاني تاعها، يعني حاجة أداة مهمة لتعلم اللغة. شوف إذا الدافعية الأولى باش تحصلوا على ديكشنير. بصح أنتم راكم تقراو باش تجيبوا البكالوريا،
وما تجيبوش المكرونه لاي نقطه، لازم تجيبوها ب 18 ولا 19 وهذا الواحد باش يجيب لازم يدي مليح تقريبا جميع المواد. واللغه الانجليزيه ما هيش غير البكالوريا، ما بعد البكالوريا في الحياه اليوميه سو نعاودوا لا نفريداي معناها بموتيفيتد، لازم يكون عندك هدف. نمبر 3 اكتب المفردات الجديده، وقلنا الطريقه تاع انك قد ما تكتب قد ما تحفظ. نمبر 4 ريد ريد اند ريد، يعني هذا المعرض راه داخل في ذاك الاطار لازم نقراو. بي بري، اش معناها بي بري؟ يعني ما تخافش من انك ترتكب نقولوا اخطاء، وش نقولوا هو؟ Don't worry about small mistakes. انا هو يقول ما تتقلقش من الاخطاء البسيطه، انا نقول لك حتى ما تتقلقش من الاخطاء الكبيره، يعني في اللغه راك تتعلم. وحنا نقول وقتاش يقول الانسان تعلم في الحرف؟ كي يجرح روحه يقول لك بدات تدخل الحرفه، كي تجرح واحد كي ودي يتعلم حلاق ولا مينيزي ولا كي تجرح يقول هاو بدا يتعلم في الحرفه. ثم ثاني لازم تكون ما تخافوش من الخطا، اللي يخاف من الخطا ما يتعلم. واش في الانجليزيه في جميع المواد هذه المؤسسه راها بنيت من اجل باش تتعلموا. Don't worry about small mistakes. No one minds. يعني واحد ما يهتم. خاصة بالإنجليزية، غير الناس كلهم يهتموا بالإنجليزية. حنا ملي غلطوا حتى في العربية واحد يعلو فرح. كما غلطوا في الفرنسية في الإنجليزية يقولوا غلطة قد ما هي بالقدة. كفر. فهمت كلها؟ إذا أغلطوا. ما دامكم تتعلموا أغلطوا. When you learn a new vocabulary or grammar, use it as soon as possible. يعني استعملها وما تخليهاش تروح. كي تستعملها تولي هذه الممارسة تجيب الجودة مع الوقت. If you are not 100% accurate, يعني صحيح، إذا ما كنتش 100% وهذه قليلة ما يجدها الإنسان، someone will correct you. راه كاينين البيع اللي عندهم السيلو الأحمر. قلت لك غلط في هذه، يعني ودي حنا سوايع كنديروا منشورات، شوفوا منشور مليح، واحد اللي يقول لك صحيح، صح كي داروا بلي راك اخطات يجيو يهجموا عليك، استاذ ما حقكش دير هذا كان استاذ، فبالو كان طالب والله يعني عادي، يعني ما دام تتعلم اغلط، هذا هو يسموه يعني المحاولة والخطأ. الإنسان يستمع في العمل حتى ويكتب. فوكابلوري هاي من الأسئلة يعني مفردات. Challenge yourself. Go for it. يعني يتحدى. Challenge يعني مو تشينج. Challenge يعني يتحدى. Challenge yourself. وهذا سيرتو سمارت موبايل فون، هارم فيهم كل حوايج اللي يقدروا يعاونوا مش لتعلم اللغه. همنا وهم هذا. وريكابيتوليت، هذا يجب ان نفعل لكي نتعلم لغات نديرها في اسبوع فيرغو. هاي. نعم. There are six activities. Learn everywhere. Every day. نمبر 2 نحن نقولوا ان الهداية غادي نزيدوا معها ايفريوان. كيما معناها ايفريوان؟ معناها وين شفت كلمة بالانجليزية حاول تلقاها وتفهمها. شفتها في تريكو، شفتها في هذا، شفتها في سيرتو اللي تستعملهم في الدار هذو في التلفزيون اي لون ايفريداي ان ايفريوان.
نمبر 2 ديموتيفيت. سو لازم يكون الاهداف بسيطه. قال this time my objective is to write a short paragraph about food. مفهومة هذه. قال الهدف تاعي هو ان نعرف كيف نكتب فقرة على الفورتال. هذا الهدف فكرة. والله نكتب مقال. هذه نوع ثاني من وسائل ريكوردينغ وهي من استعمال التكنولوجيا اللي احنا عليها. ريكورد نيو فوكابلري تو رينج داون نيو ورد يو هاف تو ريمايند يور سيلف اوف ات 6 تايمز اون ذا اورز اوفر اول. يعني تتاكد باللي راك حفظت كلمه لازم تعاود تتذكرها، تسترجعها، ست مرات ورا بعض، مش في نفس المرة، يعني بعد ساعات وليت الكهرباء، خلاص تنصت في موبايل. إذا استغلوا موش في الهضرة ولا الانتبراج ولا التيك توك، استغلوا في التعلم. موش غير لغات، تعلموا أي حاجة تفيدك في المستقبل. ريد. You read this. أنا قلنا تيست. هم مهمين. هنا عندكم 13 حرف. اللي جاي تعرفوا تسموها بالعربية أو نعتبروها ماذا؟ يعني إنجاز. ومن بعد تعرفوها وين جات، يعني الحيز المكاني، وتزيدوا تعرفوا الحيز الزماني اللي صار فيها وديجا، واحد سوي يتكلم يجي يسقسي واحد واش تعرف؟ والله ما الحضارة تعرف، يجيبها لكم انت سلسلة. سو إذا كان قدرت على ذلك بالإنجليزية هو إنجاز كبير. سو الزمكان والزمان والمكان تاع الحضارة، والإنجازات تاع كل حضارة، لأن البشر خلال هذه الحضارة كل واحد ساهم فيما وصلنا إليه، فيما وصل إليه البشر الآن. يعني التليفون اللي راه يصور به ما يجيش قبل كان حطبة ومن بعد ولا فردة ومن بعد حتى يوصل لسمارت فون. دوكا ما خدموش واحد من أول مرة موسي هكذا. يعني استعمل كل الانجازات اللي قاموا بها هنا ولا الديسكفريز ولا الانفنشنز ولا استعملوها كي الروضه كانت تحجر ولا تحضب ورجعت اخرى الروضه بالنفس. تمام هذا وما الى ذلك. دوكا هذو البشر خلال هذا الحضارات كل واحد ساهم بشيء. انتم المتعلمين لازم يكون عندكم هدف صغير انكم تساهموا كطب ولا تساهموا كأي حرفة تخيلوا ولا أي مهنة تخيلوا تساهموا في رخاء الحياة البشر. مازال الإنسان يحتاج شرح يسرى في غزة دليل على أن البشر مازالوا ما لحقوش الدرجة يعني اللي لازم يوصلوا ليها باه ما يجيسوش لعبهم كما راهم يقولوا. إذا هذه قلنا يو هاف تو بي بي بريف ما تخافش من كي تعودي تعلمي في الطبخ في الدار ممكن ديريها مالك بصح هذه في ممارسة يومية
تجعلك في الاخر نفس الشيء. احنا ثاني نفرح بكم كي تكونوا واجدين تقدروا تجيبوا علامات جيده في البكالوريا نحطوا صدورنا ونقولوا بنياتنا وليداتنا راهم قادرين علاش قادرين البكالوريا. اذا ما تخافوش من الخطر، حاولوا نتعبوا الاساسي نتواصلوا معهم سلك سلك نخدموا في قراءة على حاجه ونقولوا استاذ ربي يستر سلكي تراكم هذين صحي هذا ويلي لاش ندير لك بعض الاخطاء مش الاخطاء ولكن يجب ان تتعلموا من خلال الاخطاء تاعك. لذلك ربنا انك تكون شجاع ما تخافش من العمل وما تخافش من الاخطاء. الاخرى هو هذا مش رانا نديرو، هذا نوع من التكنولوجيا الجديدة للقراءة. هذا كتاب في حوالي 240 صفحة حطيناه بالطريقة هذه واللي الأخرى أيوا حطيناه بالطريقة هذه باه يسهل. كنقدروش نديرو 200 كتاب في كل فيلم كنا واحد ونحط إن شاء الله الطريقة أنه يقدر كل واحد يقرأ صفحة وحده ويحفظ. أسئلة مكاش ما عندهم أسئلة شنو هو؟ ها هذا هو الكلاسيكية هذا هي ابداو ركا ادوا الأسئلة تاعكم انتم مو الأساتذة تاعكم هما تعطوكم سنانة بيديكم ولا فيا ولا ماشي هنا نحلوهم الأسئلة هذه ها كل واحد يكتب اسمه من تحت ويروح يحاول يلقى الإجابة على وين؟ احنا كنا لازم نطبقوا وشنو كنا نقولوا له سوف الفيديو مات ها وش هذا الفيديو الثالث ها هذا الفيديو الثالث شفتها احنا حبيبي هكذا لا لا خليهم فيديو دير فيديو تصور عرفتي تصور يا الله يبارك فيك الصح. واش رايك اليوم يعني هل مرنا اليوم كما ما شاء الله كما اردتم بامتياز بامتياز الحمد لله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين. وقتاش يحتاج النشاط هذا نتاع القراءة بالانجليزية؟ اسبوع تقريبا اسبوع راح نقيم الاجابات التلاميذ حول المعرض وان شاء الله النتائج الفائزين راح يتكرموا في 16 افريل يوم العلم ان شاء الله ما خليهاش الجوائز حتى 16 ليلة ويستفيدوا من الجوائز سيرتو اذا كانوا حوايج انجليزيه ولا ان شاء الله في رايي قوانيس ان شاء الله بحول الله هو في الحقيقه الله. قلنا لي في رمضان بعد رمضان لا 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 اللي شارك هنا نديروا لهم الشهادات ان شاء الله ستكون استفادوا من الحوايج بارك الله فيك. من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة